منتدى وعد أسبوعي للحديث عن اتفاقية سايكس-بيكو، لنناقش أيضا مسألة تجدد هذه الاتفاقية في وطننا العربي. تقول المصادر التاريخية في نهاية الحرب العالمية الأولى 1916 تم تقسيم المشرق بين المحتلين المنتصرين في الحرب وبعد سقوط دولة الخلافة العثمانية المسيطرة في ذلك الوقت على هذه المنطقة. الاتفاقية التي كرست نفوذ الاستعمار الغربي تحت المسميات المختلفة تم التوصل إليها إثر تفاهم سري بين فرنسا وبريطانيا وبدعم من الإمبراطورية الروسية، وتقوم على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا. تلك الاتفاقية التي تبلورت في الفترة من نوفمبر 1915 ومايو 1916 بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس. الوثائق الخاصة بالاتفاقية كشفها الثوار البلاشفة الذين استلموا الحكم في روسيا عام 1917. حصلت فرنسا على الجناح الغربي من الهلال الخصيب، سوريا ولبنان والموصل في العراق، ثم بريطانيا فكان نصيبها طرف بلاد الشام الجنوبي والاتجاه شرقا نحو بغداد والبصرة والمناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. وضعت فلسطين تحت إدارة دولية. تخفيفاً للإحراج بعد انكشاف الاتفاقية وصدور وعد بالفور بمشروم الاقتصاد فلسطيني، صدر كتاب تشرشل الأبيض ليوضح أغرار السيطرة البريطانية على فلسطين. لكن محتوى الاتفاقية تم التأكيد عليه في مؤتمر سان ريمو عام 1920، ثم أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في حزيران يونيو 1922 لإرضاء أتاتورك واستكمال مخطط تقسيم وإرعاب سوريا. ثم عقدت اتفاقية لوزان حيث تم التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية وغير ذلك من المناطق. تذكرون قصة الشريف حسين بن علي شريف مكة الذي قاد الثورة العربية ضد العثمانيين. ابنه فيصل أعلن قيام الحكومة العربية الموالية لوالده الذي أعلن نفسه ملكا على العرب، غير أن الحلفاء لم يعترفوا به ملكا إلا على الحجاز وشرق الأردن. وكبت المسبحة كما تشير أحداث التاريخ المتلاطم في وطننا العربي. ونحن نقف تاريخيا على محطة 100 عام على هذه الاتفاقية، نتساءل كيف ساهمت في رسم خارطة مستقبل البلدان والشعوب العربية. ونتساءل أيضا الآن عما إذا كانت هذه الاتفاقية في طور التجدد ونحن نعيش هذه الأحداث الصاخبة التي أطلت علينا في أعقاب حركات الربيع العربي الذي أطلقته الشعوب العربية في العام 2011. أعزائي الحضور، رحبوا معي بضيف المنتدى لهذه الأمسية الدكتور علي محمد فخرو، ولنترك له ما يشاء من مساحة زمنية مناسبة لتغطية العنوان المشار إليه مع إطلالة موسعة على متريات وتطورات الأحداث في السنوات الخمس الماضية. دكتور علي، المنصة لك مع الشكر والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوان،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى الإخوة في جمعية وعد على هذه الدعوة الكريمة، وأرحب بالإخوة الحاضرين، وأقول أننا من الضروري في هذه الأمسية أن لا ننتهي بمحاضرة وبعض الأسئلة، وإنما فعلا أنا أتطلع إلى مشاركة الكثير منكم، لأن هذا الموضوع ليس فقط يتعلق بالماضي ولا حتى بالحاضر، وإنما يتعلق بالمستقبل أيضا. الأخ الرئيس عبد الحميد أغناني عن الكثير من النقاط التاريخية، والواقع القضية التاريخية لا تحتاج إلى أن نجلس ونناقشها في هذه الليلة مثل هذه الأحداث، ولكن هناك بعض نقاط محورية في إبانة توقيع تلك الاتفاقية من الضروري إبرازها حتى ننتقل إلى الحاضر. قبل 4 سنوات من توقيع الاتفاقية اتفقت الدول الغربية مع السلطان عبد الحميد آنذاك، وكانت تركيا وكانت الخلافة العثمانية الإسلامية ضعيفة ومهلهلة، أخذوا منه ما يستطيعون أخذ آنذاك، ولم يكن شيئا صغيرا. تنازل السلطان عبد الحميد عن مناطق غنية في آسيا الصغرى لروسيا، وكانت مناطق غنية بكل معنى الكلمة زراعة، وعن قبرص ومصر لبريطانيا العظمى سلمهم، وعن تونس لفرنسا، وعن ليبيا لإيطاليا، وعن البوسنية والهرسك للنمسا. إذن كان ذلك الجسد من الضعف بحيث تنازل عن الكثير مما كان يملك. ذلك كان قبل 4 سنوات من الاتفاقية. قبل 2 سنوات من الاتفاقية بريطانيا العظمى، أعتقد الصوت مسموع؟ واضح. بريطانيا العظمى أعطت وعدا قاطعا للشريف حسين ولابنه فيصل بأنها ستقف مع خروج العرب من تحت العباءة العثمانية في دولة واحدة مستقلة، وكانت تتكلم طبعا عن الهلال الخصيب الذي كان الشريف الحسين يريد أن تخرج منه تركيا، دولة واحدة ومستقلة إذا قام العرب بمحاربة الأتراك الذين انضموا إلى الجانب الألماني في الحرب العالمية الأولى. إذا كانت القضية واضحة تماما، واعتقدت بعض القادة العرب الذين كانت له عندهم ثقة كاملة في بريطانيا بأن بريطانيا كلمة شريفة ومرتبة وإلى آخره، ما أن أعطي هذا الوعد حتى بدأت المناقشات بين وزارتي الخارجية البريطانية والفرنسية رأسا، ودون علم أي جهة عربية على الإطلاق بصورة سرية كاملة. فرنسا كانت لها مطالب في سوريا، في سوريا الكبرى طبعا آنذاك، بريطانيا لها مطالب في العراق وفي جزء من فلسطين آنذاك، كانت تريد الواقع منطقتين بحريتين في عكا وفي يافا كممر حتى تذهب إلى العقبة ومن هناك تحمي المنطقة المتعلقة بالهند وطرق الهند. بعد ذلك تبين لهم أنه من الضروري إعلام روسيا بالمناقشات هذه، وناقشوا روسيا، وافقت طبعا روسيا القيصرية نحن نتكلم، وتم الاتفاق على أن أجزاء من المنطقة
التركية القسطنطينية، وكانت منطقة كبيرة جدا أيضا في شمال القسطنطينية تسلم إلى روسيا، هذا بعد الحرب العالمية يعني على أساس، وسوريا تأخذ الجزء الأكبر منها فرنسا بما فيها لبنان وسوريا الحالية، وبريطانيا أساسا تأخذ العراق وما جنوب العراق. ليست القضية هنا، القضية شوفوا، قضية أن 18 شهر مروا على التوقيع الاتفاقية دون أن يعلم الشريف الحسين ولا ابنه ولا أي عربي بأن هناك اتفاقية جرت بسرية تامة. وعندما عرف الشريف الحسين حصل على تطمينات من بريطانيا بأنه أبدا أنت لا تأخذ لا تخف من ذلك، ونحن بالنهاية سنقف معك إلى آخره، لكن استمر معنا في محاربة الأتراك هنا في هذه المنطقة من أجل هزيمة الألمان. إذن كانت هناك ظاهرة، الظاهرة الأولى وعود كاذبة، ظاهرة الثانية كل شيء يجري في سرية تامة، الظاهرة الثالثة أن روسيا أقحمت في ذلك لأن لها كانت مطالب، وكان من الضروري أيضا من أجل الإضعاف الأفضل الأكثر لتركيا أن يتم ذلك. إذن نحن أمام مجموعة من الخطوات التي تمت آنذاك. ما يهمنا بالنسبة لاستعادة ذكرى تلك الاتفاقية المشؤومة وما فعلته بأرض العرب وشعوبها هو أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، وهذا هو المهم في الموضوع كله: هل أن الغرب الاستعماري وفي قلبه الحركة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية في طريقه إلى إتمام ما بدأته اتفاقية سايس بيكو وتعميمه في هذه المرة ليس على المشرق العربي فقط وإنما على كل الوطن العربي من أقصى مغربه إلى أقصى مشرقه؟ هذا سؤال بالغ الأهمية. الجواب في اعتقادي أن كل الدلائل تشير إلى أنه أن الجواب نعم. كل الظواهر، كل الألاعيب، كل البلادات التي رافقت توقيع تلك الاتفاقية منذ مئة عام نراها ماثلة أمامنا في هذه اللحظة المفجعة المجنونة التي يعيشها كل الوطن العربي. إذن دعنا نحاول أن نذهب فوق بعض تلك النقاط لنقارن، هذا هو المهم، المقارنة المماثلة بين ما جرى قبل مئة عام وما يمكن أن يجري الآن أو ما يهيئ له أن يجري الآن. أوجه الشبه بين ظروف سايس بيكو الأولى وظروفنا الحالية: أولا الاعتماد شبه الكامل على الخارج آنذاك، الشريف حسين وحركته كانوا معتمدين كليا على ما يمكن أن تفعله لهم ومن أجلهم بريطانيا العظمى على الأخص، ولكن أيضا فرنسا وأيضا الدول الغربية الأخرى بما فيها كان ذاك الوقت إيطاليا خصوصا تذكر. أليس الأمر الآن تماما بالتمام والكمال هو ما تفعله الأمة العربية الآن؟ أليست الآن كل ذرة من القضايا العربية معتمدة على الخارج ومسلمة تسليما للخارج؟ من يلعب في سوريا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، تركيا، إيران. أما الدول العربية فإنها في الهامش وبالكاد إلا إذا استعملت كأداة من قبل أمريكا أو من قبل هذه القوة الاستخبارية أو تلك في هذا العالم المترامي. نأخذ العراق، من يلعب في العراق؟ نحن نعتقد بأن المال العربي هنا وهناك يلعب في العراق،
لكن الواقع المؤكد أن الذي يلعب في العراق هو أمريكا وإيران. من الذي يلعب في ليبيا؟ هل هناك وجود حقيقي في ليبيا للأمة العربية؟ أبدا. هناك الأمم المتحدة وهناك الغرب بكامله هما الذين يلعبون في مصير ليبيا. نأخذ مثال اليمن، الوجود الحقيقي في الأرض الأمم المتحدة وإيران، دعك من قضية دخول الخليج في تلك الحالة، ولكن اللاعبين الأساسيين عندما يكون الحديث عن مستقبل اليمن هو في هذه الأيادي، في جميعهم الصهيونية من وراء الستار، من المؤكد، كتابات لا تعد ولا تحصى تذكر ذلك. والصهيونية طبعا ليست أيضا عربية. في جميعهم غياب الجامعة العربية، أي الإرادة العربية المشتركة. أنتوا لاحظوا في كل مكان اجتماعات ولقاءات وحديث وإلى آخره، والجامعة العربية مشغولة الأسبوع الماضي بأنها عندها كان مؤتمر عن سايكس بيكو، أصبحت الآن مؤسسة ثقافية تثقف الناس عن التاريخ العربي. إذن نحن حتى حضور بعض الدول العربية سواء في العراق أو سوريا كذا، كما قلت وأشدد عليه مرة أخرى، هو حضور كأدوات. هذا يذكرنا بالضبط أن المعركة ضد تركيا آنذاك وبالتالي ضد ألمانيا، العرب كانوا يلعبون كأداة من قبل الحلفاء ضد عدو لهم، واليوم يلعبون كأدوات في كل مكان، ولكن السياسة والاستراتيجية توضع في مكان آخر. دعنا نأخذ نقطة أخرى. قلنا أن الشريف حسين ومن حوله ظلوا 18 شهر بعد اتفاقية سايكس بيكو وهم لا يعرفون عما يجري على الإطلاق، إلى أن مثل ما تفضل الأخ عبد الحميد عرفوا عندما حدثت الثورة في روسيا والبولشفيك نشروا الكثير من الاتفاقيات ومنها تلك الاتفاقية، وإلا كان أيضا ظلوا مستمرين لا يعرفون شيئا. دعنا نطرح هذا السؤال، الذي يجري الآن في كل الأرض العربية، نحن نعرف أي اتفاقيات بين الدول فيما بعضها البعض حول هذه النقطة أو تلك أو إلى آخره؟ نحن نصدق أنه ما في اتفاقيات أبدا الآن؟ الآن اليوم روسيا وأمريكا يلعبون الدور الأكبر في سوريا، ما هو الاتفاق بينهم؟ على أي أساس يجري هذا التنسيق؟ هل هناك تبادل أدوار، تلعب أنت هذا الدور وأنا ألعب هذا الدور والآخر وبالنهاية نتفق على ما يجري؟ نحن لا نعلم ذلك. كل اللي نعرفه أنه هذه الدول تلعب أدوار. يعني دعنا نسأل هذا السؤال، هل نعرف الدور الصهيوني مع أمريكا بالنسبة إلى ما يجري في الربيع العربي؟ ما هو الدور بالضبط؟ اسأل أي سياسي عربي هل يعرف الدور اللي تلعبه الصهيونية في فلسطين المحتلة بالنسبة للقرارات التي تتخذ؟ هل نعرف عن الخروج الروسي من سوريا؟ الآن كلها تكهنات تجري، أنا عدة مقالات قرأت في هذا الأسبوع عن هذا الموضوع، لكن كلها تكهنات. لكن أن تعرف الأمة العربية ما الذي دعا روسيا إلى أن تخرج الآن وتحدد هذا الوقت للخروج، أنا أعتقد كلها تكهنات. اللي يتكهن قضايا الاقتصادية ويتكهن أن هناك اتفاق حول أوكرانيا، واللي يتكهن بأنه هذا مؤقت، كلها تكهنات. لكن المشكلة مو بهذه، المشكلة أنه خروج الروس من سوريا يؤثر على الأمة العربية كلها، لكن نحن لا نعرف لماذا هذا الشيء. ها
هل نعرف ثمن، هل نعرف الصورة النهائية لوضع ليبيا؟ لا أعتقد. هل نعرف الوضع، الصورة النهائية لوضع سوريا؟ روسيا تتكلم عن اتحاد فيدرالي، ما هو الاتحاد الفيدرالي؟ هذا بكرة الأكراد في الشمال السوري سيعلنون الفيدرالية. إلى اليوم لم يستطع واحد سياسي عربي أو حكومة عربية أن تقول إنه إحنا كنا نعلم أن ذلك سيحدث، أي عم يحدث. هل نعرف الصورة النهائية التي يريدها الغرب لداعش وأخواتها؟ من قال أنهم يقولون ما سيفعلون في الماضي؟ نحن لا نريد داعش يقولون، ولكن هل هو أنه احتواء أم أنه إنهاء لذلك الوجود؟ أنا أقول ذلك لأن السرية التي غطت سايكس بيكو في البداية هي نفس السرية التي نعيشها الآن بالضبط، وحكوماتنا كل اللي تسمعه هو بين الحين والآخر خبر كذا كذا. وأنا أعتقد أن كان يمكن أحسن مثل هو المناقشات التي جرت بين الغرب وإيران، والدول الخليجية لا تعرف ذرة عما كان يجري على الإطلاق، أليس كذلك؟ العراق، من قال أن نحن نعرف ما هو مصير العراق بكرة؟ هل سينقلب إلى فيدرالية؟ هل سيقسم إلى ثلاث دول؟ هل سيصبح دولة واحدة؟ لا أحد يعرف. بينما الآخرين الذين نعتمد عليهم هم الذين يقررون في الكواليس. الآن النقطة الثالثة، أنا بس أريد أن آتيكم بتشبيه بأننا نعيش فعلا ظواهر سايكس بيكو التي حدثت قبل مئة عام الآن في هذه اللحظة. سايكس بيكو قسمت الهلال الخصيب. طيب الآن ألا يجزأ المجزأ كما نذكر الآن؟ أليست هناك محاولة؟ اليمن أغلب الظنها ستجزأ، وسوريا أغلب الظن أنها ستجزأ، والعراق هناك إمكانية كبيرة أن يجزأ، وليبيا هناك إمكانية كبيرة تجزأ، وقضية الأمازيغ في المغرب العربي من الممكن أن تجزأ، الأوضاع هناك. وأنا لا أعتقد أن دول الخليج هي بمنع عن ذلك، هناك كتابات كثيرة جدا عن محاولات تجزئة السعودية في المستقبل وغيرها وغيرها. إذن في الماضي جزأ جزء معين من الوطن العربي، الآن يخطط لتجزئة كل الأمة العربية. مصر كتابات كثيرة، أنتم بعضكم يقرأها، مصر الكلام فيها أنه هل من الممكن أن تجزأ مصر؟ أنه مثلا سيناء تذهب إلى الجهاديين التكفيريين، وجزء الجنوبي يذهب إلى المسيحيين، والجزء الشمالي يذهب إلى المسلمين. إذن نحن يعني يكفي أن تنظروا إلى موضوع الأكراد الآن. لولا أن تركيا تمانع في قيام دولة كردية، أنا أعتقد أن الآن إن كانت الدول الغربية لديهم كردستان في العراق ولديهم الآن شبه استقلال للمنطقة الكردية في سوريا، وتأتي المنطقة الكردية في تركيا ويكونون الدولة الكردية، ولا يستطيع العرب أن يفعلوا شيئا تجاه ذلك. السؤال، النقطة الرابعة التي أريد أن آتي إليها، عندما كانوا يقومون بوضع تلك الاتفاقية، المهتمين بالموضوع العربي مثل الشريف حسين وابنه فيصل والآخر،
كانوا فقط معنيين بالمنطقة التي يريدونها. ما كان هناك كلام عن ما يجري في المغرب العربي. المغرب العربي فرنسا تدخل تطلع تخرج، هذا مش شغلهم. ما كان هناك كلام عن الوجود البريطاني بمصر، إنه مصر أيضا تستقل، لا أبدا. كان هناك كلام عن جزء من الأرض العربية. اليوم لا نلاحظ نحن أن كل دولة عربية معنية بقضيتها وليس بالقضايا الأخرى. ولذلك ليس بمستغرب الموقف الذي نراه الآن تجاه الصهيونية في فلسطين والقضية الصهيونية، إنها قضية تخص الفلسطينيين ما تخص الأمة العربية. دولة توجد ارتباط بين الاستخبارات ودولة ثانية عندها علاقات تجارية ودولة ثالثة عندها علاقات استخباراتية ودولة رابعة تذهب إلى هناك من أجل أن ترضى عنها أمريكا ودولة، وهلم جرة، وهي كلها موجودة ومؤكدة. وهذا الشيء ينطبق الآن. لو تسأل هل الخليج العربي مهتم بالقضية اللي ممكن أن تتفجر في المغرب العربي الأمازيغية، واللي الآن الغرب يحاول أن يحركها بصورة مستمرة؟ أنا ما أعتقد هذا أبدا. ليسوا معنيين بذلك. بمعنى آخر، تجزئة الموضوع العربي الآن الحالي تجزئة أيضا بأنه إحنا خلنا نهتم بأنفسنا، أما الآخرين فنحن لا نستطيع أن ندخل معهم في شيء. الآن هذا هو الوضع. نحن إذن أمامه، أردنا أم لم نرد، أمامه سايكس بيكو جديدة. كمدخل للكلام عن الحل، أوباما منذ بضعة أيام عندما كتب عن سياسته وتفكيره، الجملة الأساسية التي يراها الإنسان فيما قاله: The hopeless tribal conflict in the Middle East. احنا نتصور نتكلم عن قبلية، ما كنا نعتقد أن رئيس أكبر دولة يشخص هذا الوضع بعد أن عاينه عبر 7 سنوات بأن يا أخي هذا هوبلس وهذا ترايبل، وبالتالي وهو كونفليكت، وبالتالي هذا ما في فائدة منه. هل هذا التشخيص صحيح؟ أنا أعتقد أنه صحيح، وأوباما أشجع الشجعان في القول ذلك بالنهاية، لأنه هو يعني رجل مثقف وإلى آخره، وقارئ التاريخ وإلى آخره، شخصه تشخيصا كاملا. هل هناك حل في هذا الموضوع؟ هل هذه الأمة التي يصفها الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة قادرة على أن تخرج من السايس بيكو الحالية؟ يجب أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال، وهذا يهمكم جميعا، ويهم أولادنا ويهم أحفادنا. نحن في الماضي لما صارت سايكس بيكو، ماذا كان المفروض أن يكون الرد على سايكس بيكو التي قسمت؟ أنت تقول التوحد، أليس هذا هو الشيء الرد الصحيح؟ طيب خلنا نأخذ محاولات التوحد. تأتي مصر وسوريا ويتحدون، وبعد 3 سنوات ينهار الاتحاد. يحكم حزب البعث العراق وسوريا ولا يتحدون. فإذا يقوم الاتحاد المغاربي بسبب الصحراء، ينهار الاتحاد المغاربي. يقوم الاتحاد العربي بسبب تغير الوضع في مصر، ينهار الاتحاد العربي. والاتحاد الخليجي كما ترون يترنح بين ضعف وبين قوة وضعف وقوة، ولا يلتئم على بعضه البعض إلا في أيام الأزمات الشديدة اللي الخطر يشمل
الجميع. هل هذه أمة مرت في سايكس-بيكو الأولى التي مزقتها تصرفت من أجل إصلاح تلك سايكس-بيكو؟ لم تتحرك، وإنما ظلت تتجزأ وتتجزأ وتتجزأ في سياساته وإلى آخره، وما في حاجة نذكر ذلك. جرت محاولة للوحدة الاقتصادية ما نجحت، جرت محاولة للتصنيع المشترك ما نجح، جرت الاتفاقية العسكرية العربية الأمن القومي لم تنفذ. كل محاولة للرد على سايكس-بيكو كلها كانت محاولات فاشلة من أمة، أنا في رأيي مثل ما يقولون محليا تبري يا أخي بالسياسة هذه، هاي مو بأمة تعيش، هاي جالسة تبري. لا تطلع على قضاياها الكبيرة، لا تطلع على الأخطار فيها، وإنما تبري وتلعب من هنا وهناك، وهذا هو الذي يحدث تماما. طيب، ألم يكن عندما سنة بعد سايكس-بيكو، سنة واحدة فقط بعد سايكس-بيكو، صدر وعد بلفور، ما الذي كان رد الأمة العربية على وعد بلفور؟ ما في حاجة أني أنا أذكر ما الذي حدث اليوم. مش وعد بلفور اليوم، في دول عربية تتبنى وعد بلفور اليوم، في كتاب ومثقفين يكتبون أن وعد بلفور أهم بكثير من قضيتنا مع إيران، كذا بالشكل الواضح. إذن نحن مش أنه بس ما ردينا على ما أتت به سايكس-بيكو من مشاكل، إحنا زدنا على ما أرادته سايكس-بيكو، زدنا عليه من خلال أنفسنا نحن العرب في كل تصرفاتنا في هذه المئة سنة الماضية. ألم يكن إحنا اعتمدنا في سايكس-بيكو على الخارج، قلنا أنه كان كل العرب وضعوا كل بيضهم في سلة بريطانية وفرنسا، ما اليوم احنا نضع كل بيضنا في سلة الولايات المتحدة الأمريكية وجزء منه في هذه السلة الصغيرة الروسية؟ طيب، إذن هل العرب ردوا على ذلك ببناء إرادة سياسية واحدة؟ الإرادة السياسية العربية كانت في الجامعة العربية، الجامعة العربية تراجعت وضعفت وتهلهلت إلى أن أصبحت الآن خرجة صغيرة ليس لها قيمة، وأنتم شايفين هذا الشيء، وقلنا في كل مكان كل الناس متواجدين إلا الجامعة العربية، وحتى من أجل أن تحافظ نفسها كانت تصرفت. أولا سمحت للغرب أن يذهب إلى ليبيا بمباركة الجامعة العربية، سوريا عندها مشكلة تروح تطرد سوريا، ما انهار الحكم لسه، لا تطرد سوريا من الجامعة العربية. اليوم تدخل في مماحكات مع هذا القضية، هذا الحزب أو ذاك الحزب، الجامعة العربية. يسأل الإنسان نفسه، هذه المؤسسة اللي هي تمثل الإرادة المشتركة أليس المفروض أن تحل الإشكالات؟ لا، هي تزيد الإشكالات، وأصبحت الواقع مرتهنة ارتهانا تاما لهذا المجنون ولذلك المعتوه ولذلك الجاهل ولذلك البليد في فهمه السياسي. يعني أنا أتكلم بالقسوة لأن الوضع العربي لا ما عاد يطاق. هذه أمة دخلت في مرحلة جنون، هذه أمة ليست ما عندها ذرة من العقل، ما شايفين احنا أبدا. الجزائر عازلة حالها وخايفة أنها تتدخل، المغرب العربي شو اسمه، مصر خايفة أنه تخسر كم مليون من المساعدات، الأردن يتقلقل يمينا وشمالا، الفلسطينيين ما قادرين أنه يشتغلوا مع بعض، للحين ما استلموا شيء،
ويوزعون ويوزعون ثروة غير موجودة أصلا كلها في يد الصهيونية. واحسب هذا الحساب كله من أول إلى آخره، وهذا الصراع السخيف البليد بين الشيعة والسنة، والإتيان بالتاريخ، والإتيان باختلافات مذهبية ليس لها معنى وليس لها قيمة ولا ترتبط بهذا العصر، لكن هذه الأمة تمشي وتسير، ويخرج تخرج الملايين في كل الشوارع دائما. انظر إلى بعض المظاهرات اللي في العراق والنفس الطائفي اللي فيه سواء مع أو ضد. أنت تسأل نفسك، أمة تعرضت لساسبيكو منذ 100 سنة والآن تتعرض لساسبيكو من جديد، ما تعمل أي شيء من أجل أن تخرج من هذا الشيء، بالعكس تزيد الطين بلة. إذن هل هذه الأمة قادرة؟ وهذا السؤال، هل هي قادرة؟ طبعا. الأمة المتخلفة هل لديها القدرة على أن تفعل ذلك؟ لنمع النظر في بعض الأشياء. في الخمسينات كانت هناك أحزاب وطنية أمام أحزاب قومية، اليوم هناك أحزاب شيعية أو أحزاب سنية أو أحزاب إلى آخره أمام أحزاب وطنية. الحين القومية انتهت، من قبل كنا على المستوى الوطني والعربي، الآن على المستوى المذهبي أو القبلي أو الجهوي أمام المستوى الوطني، أما المستوى العربي العام فهذا الحين ما في حتى كلام فيه. لنتمعن في الصراع الطائفي. أيام ساسبيكو الأولى لم يكن هناك هذا التمزق الطائفي، الخلافات شوية من هنا وهنا، لكن هذا التمزق في الحياة السياسية والحياة الثقافية والحياة الفكرية ما كان موجودا. لنتمعن في الأمية، هذه الأمة كل الأمم يا أخي بدأت تتغلب على الأمية، إلا هذه الأمة. أنا أتابع هذا الموضوع، الأمية عم تزداد في هذه الأرض العربية بدل ما تنقص. لنتمعن في موضوع الهوية المحلية، إماراتي وأنا شو اسمه إماراتي أولا ما بعرف شنو، بحريني أولا هذه، كويتي ما بعرف شنو، سوريا الحين الأردني، حتى الأردن اللي كان من قبل قومي الآن أردني وليس غير الأردن، وفي المغرب العربي هات ما شئت، تونسي وغيره. هناك تراجع كبير جدا في أرضنا. في الأربعينات كان حزب البعث القومي، في الخمسينات القوميون العرب، في نهاية الخمسينات الناصرية، الآن ماذا؟ الآن في داعش وفي النصرة وغيرها. لنتمعن، أوروبا الشرقية يكون لها ربيع ينتهي بالديمقراطية، الأمة العربية يكون لها ربيع ينتهي بتراجع الديمقراطية. يعني أنا بس أضع هذه الصورة حتى أنا يعني أرجوكم، لأن أنا بالنهاية أبي أسأل أطرح سؤال. لنتمعن في أدوار المثقفين، مثقفين في الخمسينات والأربعينات والثلاثينات من القرن الماضي كانوا أناس ليبراليين، وكانوا أناس عندهم العدالة وعندهم الأمة وعندهم، ويتكلمون عن الاشتراكية ويتكلمون عن أفكار عظيمة. اليوم المثقفين، كم من نسبة المثقفين الذين تراجعوا 180 درجة وأصبحوا رجعيين أكثر من الرجعي، وعنصريين أكثر من العنصري، وقبليين أكثر من القبلي، ومذهبيين طائفيين أكثر من ما يعني شيء لا يمكن أن يتصوره العقل. اطلع على التلفزيونات العربية، كل المحطات فوق 1000 محطة، وشوف المنكر والحقارة والسخافات والبلادات التي تجري وتناقش يوميا. لماذا أقول ذلك؟ ليست هي مناحة، أنا بس اللي أريد أقوله أنه الآن نحن لا السايسبيكو الأولى ردينا عليه حتى نصلحها، ولا هذه السايسبيكو الثانية نرد عليها بأي شيء.
إذن نحن الآن خلينا نكون صريحين تماما، هل هناك حل؟ والجواب نعم هناك حل، لكن ألا يريد هذا الحل إرادة؟ ما في أن إذا كنا سنعتمد، حتى نكون صريحين تماما، إذا سنعتمد على أنظمة العربية لا ما راح تطول. أنظمة العربية كلها مرتبطة بهذه الدولة بتلك الجهة بتلك الجسم، هذا هو اللي صاير مع الأسف الشديد، لكن هذا اللي صاير. كل يحاول أنه يوقع اتفاقية أمنية مع تلك الدولة ومع تلك الدولة، يشتري السلاح يؤذي ولا يهتم بالآخرين. طيب طحنا إذا سؤال، ماذا عن الشعب العربي؟ يعني ماذا عن الشعب العربي؟ ماذا عن المجتمع المدني للشعب العربي؟ ما الذي يفعله؟ يتكلم الكثيرون في هذه الدولة وفي تلك أنهم جزء من الربع العربي وهذا جزء من الربع العربي، وأنا أتكلم الآن هنا عن الشباب في مصر الذين قاموا بالحراك الكبير، ما إن سقط رئيس النظام إلا وهم يتوزعون أشكال وألوان بين الأحزاب، بدل ما يتكونون مع بعض ويكونون كتلة واحدة، تمزقوا في ما بين مختلف الأحزاب. هذا رايح لإخوان المسلمين، وهذا رايح للناصريين، وهذا رايح لكذا، وانتهت بالفشل الذريع اللي نشوفه الآن، الوضع الصعب اللي تعيشه مصر. طيب أنت تسأل نفسك، ألم يكن هناك مجموعات من الشباب قامت في بنشاطات مختلفة في الأرض العربية؟ هذه هل بس مرة اجتمعت مع بعضها البعض لتنسق؟ بس تنسق؟ لا، لا تنسق. بدون قيام كتلة تاريخية، خلينا نكون صريحين تماما، بدون قيام كتلة تاريخية في الأرض العربية تتبنى في رأيي المشروع النهضوي، ما في غيره، اللي هو الوحدة العربية، اللي هو الاستقلال القومي والوطني، اللي هو العدالة الاجتماعية، اللي هو الديمقراطية، اللي هو التجديد الحضاري والثقافي إلى آخره من الأمور، والتنمية، هاي النقاط الست. إذا لم نأخذ ذلك وتبنى كتلة عربية متراصة، ولا علينا من سوالف الحدود اللي بين الأقطار العربية، أنا أستغرب هناك في الأربعينات من القرن الماضي أناس يتحدون الوجود، وجود الحدود بين الأجزاء العربية، واليوم لا يتجرأ أحد بأن يتحداها، وكل يعيش في عالمه الخاص به. أنا في اعتقادي إن ما في حل إلا قيام هذه الكتلة. أنا تكلمت كثير مع كثير من الإخوان في مصر، في لبنان إلى آخره، أقول لهم يا أخي كل اللي مطلوب أمام هذا الوضع المأساوي الرهيب، أنت شايفين الأنظمة العربية مع الأسف كلها في رأس بعضها بعض، الجامعة العربية ضعيفة جدا ميتة، هناك تهالك، والآن بعد مع ضعف الأسعار البترول بعد حتى القدرة المالية الوحيدة اللي كانت موجودة بعد أيضا تتراجع. ما الذي لدى العرب الآن سوى أن لابد للمجتمع المدني العربي أن يفكر في أن يكون تلك الكتلة المتناسقة؟ أنا ما أتكلم عن حزب، أنا أتكلم عن كتلة، عن تيار كبير يتبنى ولكن يتناغم مع بعضه البعض من أجل هذه الأهداف، يشتغل عليها ليل نهار. أنا باعتقادي بدون ذلك، أنا أتنبأ أن كل 100 سنة راح يجينا سايكس بيكو جديدة، وكل سايكس بيكو راح تكون أسوأ من اللي قبله، لأن الصورة الآن التي أرسمها عن وضعنا هي أسوأ بكثير مما كانت عليه الصورة تحت النير العثماني وتحت الاستعمار العثماني، أكثر بكثير أسوأ. بعد 100 سنة ممكن أن توجد سايكس بيكو جديدة تضيف إلى مآسينا مآسي جديدة، إلى أن ننتهي. وأنا هنا بس أريد أن أقرأ يعني جملة واحدة
اللي أختتم بها، يعني دعنا نكون صريحين، إذا لم يتوقف العرب عن ارتكاب نفس البلادات نفسه التي ارتكبوها منذ مئة عام، مو نفس اعتماد على الخارج، العالم يسوي كل شيء وهم ولا ما عارفين، انقسامهم، تصادماتهم إلى آخره، ويتوقفوا عن الاستعانة بالخارج ضد بعضهم البعض، ويا ويلنا من هذه الاستعانة اليومية نشوفها ونسمع عنها، ويلعبوا دورا محوريا غير هامشي في إطفاء حرائقهم بأنفسهم. اليوم لا يوجد جهد عربي لإطفاء الحرائق. اليوم الذين يتحدثون يوميا هو وزير خارجية أمريكا، وزير خارجية روسيا، وزير خارجية فرنسا، ولكن وإذا تكلمنا العالم، مثلا أنا بعطي مثال يعني خلينا نكون صريحين، العالم كله يتكلم عن حل سياسي في سوريا، العرب يتكلمون أنه لا هذا بشار الأسد لازم يروح، تخلصت القضية السورية كلها في بشار الأسد، إن إذا يبقى ولا يروح، بس غير ما في شيء ثاني، ما يضيفوا إنه الطيب يا أخي بشار جزء من الحل السياسي، روح وناقش وشوف شو الحل. لا، أول شيء بشار الأسد، ومن قبلها قالوا لازم فلان يروح أول شيء، ومن قبلها قالوا علان لازم يروح قبل كل شيء، وهذا إحنا ماشيين في هالقضية. وإذا لم يقوموا بالقفز فوق هرطقات الصراعات الدينية والمذهبية، وإحنا ملين من القضية المذهبية هذه يا أخي، أنا يعني خلينا نكون صريحين يا أخي، ما هي أهمية أنه كان أبو بكر لازم يصير حب النبي ولا علي بن أبي طالب؟ بس بالله عليكم قولوا، يمكن كانت قضية مهمة في وقتها، اسمحوا لي بعض الإخوان اللي ما يختلفوا معي، في وقتها كانت مهمة، طيب جيد، لكن في هالوقت هي مهمة؟ لكن احنا ماسكينها ونتكلم عنها، والتلفزيونات يوميا تتكلم عن هذا الموضوع، داخلين أنفسنا في قضية ما قادرين ولا قادرين أن نتوقف عن العيش في الماضي. هذا التاريخ أنا من عدة مرات كتبت وتكلمت فيه، ما في أمة تاريخها والذي يحكم حاضرها ويحكم مستقبلها إلا هذه الأمة. إلى اليوم نتكلم عن الأمويين ضد العباسيين، العباسيين ضد الأمويين، والأمويين ضد آل البيت، وخذ وجري على هذه الشسم، وتاريخنا ماشي أبدا يسيطر ويهيمن على هذه الأمة. إذا احنا أنا أقولها بصراحة، إذا المجتمع المدني ما يكون هذه الكتلة التي تجعل كل هذه الثقافات غير موجودة في العقل الباطني العربي، ولا نعتمد على مدارسنا، لأن مدارسنا لن تحل هذه الإشكالية، لأن المدرسة هي جزء من النظام السياسي، والنظام السياسي ما عنده وقت لها السالفة هذه مع الأسف الشديد في كل هالأرض العربية. ما الذي سيخرج من الشاب الآن اللي ما عم يستمع لي، واللي يعتقد أن القضية المذهبية هي أهم قضية، أو ذاك الذي يعتقد أنه إيران أخس مئة مرة من إسرائيل، واللي 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 شو أقول لكم، واللي أنه والله هذا مصر دي هاي طرارين ويبون بس فلوسنا، ألسنا نتكلم الآن ذلك؟ نحن نتكلم ذلك الآن؟ كيف هذه الأمة أن تخرج بهذا الذي يجري؟ وإذا ما في حل، قولوا لي الليلة، خل واحد منكم يتقدم بس يقول لي غير هذا الحل، أن المجتمع، أن المؤسسات، المجتمع المدني النظيفة الطاهرة اللي ترغب في العمل تضع يدها في يد بعضها بعض، وتجري وتبني كتلة تاريخية متناغمة، مش ضروري واحدة بس متناغمة مع بعضها البعض، وتقوم بنضال سياسي سلمي. احنا ما حد جالس يتكلم عن هذا الشيء اصلا، احنا داعش وذي اغنتنا عن السلاح والهذا والحروب والصراعات، غير هذا انا في اعتقادي
لا يمكن، لا يمكن لهذه الأمة أن تخرج، لأن القوى التي الآن تضع كل الخطط بسرية تامة موجودة وهي في الساحة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.